اهلا وسهلا بكم الناس كل وين يوصل صوتنا على 98.9 في تونس الكبرى على 93 في ولايه القيروان. هذه رجل حياه فهم اول اذاعه مختصه في الصحه في الجمهوريه التونسيه، موجودين اليوم باحد نزل الخاصه بولايه المنستير ايام 21 للصيادله في الوسط، حضور مكثف على مستوى القطاع الخاص على مستوى القطاع العمومي بين المصنعين بين الصيادله الكلهم موجودين لنا. وسعيد جدا زاده بحواري مع الدكتوره سميه قطاطا استاذه جامعيه استشفائيه بكليه الصيدله بالمنستير وبالمستوى مستشفى سهلول بسوسة اختصاص علم أحياء دقيقة. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين متاعكم. حابين ناخذ فكرة معك على مستوى النيفو متاع لي كونفيرونس واللي تم اختارهم السنة. ألوغ لا، المستوى متاع المداخلات اللي موجودة البروغرامي السنة من نوع طراز رفيع جدا نجم نقول، ولا وحاجة أخرى أنها تشمل جميع الصيادلة بمختلف اختصاصاتهم، سواء كان الصيادلة لي فارماسيون اوسبيتالي، سواء كان لي فارماسيون دوفيسين الصيدليات الخاصة، سواء كان الصيادلة اللي في القطاع الصناعي معناتها الاندستري فارماسيوتيك، سواء كان ميم لي بيولوجي. الخاصيه نتاع الجورني هذه اللي نجم نقول عليها حاجه فريمون بارتيكولير هي سيدي جورني نتاع السنتر كروب سنتر اللي هو المجلس الجهوي نتاع الصيادله للوسط، لكن المانيفيستاسيون هذه تشع على كامل البلاد التونسيه صحيح، واللي يشاركوا فيها من جميع الولايات نتاع الجمهوريه من بنزرت حتى المدني صحيح. والحاجة الأخرى معناتها تتميز بالمستوى العلمي متاع المداخلات متاع المشاركين اللي وقع استضافتهم باش يعملوا لنا الانيماسيون، زيد ثم حاجة أخرى هي منشورات علمية لي بوستير دونك دي بوستير، وتبارك الله معناتها في المانيفيستاسيون هذه جاونا أكثر من 120 مداخلة معناتها بوستير حاجة بيه برشا حاجة بيه برشا. خلينا نفهم أنا معك دو تروا بوان كان تسمح لي دكتور. تفضل. باهي ان بيولوجيست اللي هو سيادتك اليوم اللي معانا وانت اختصاص في احياء الدقيق، لي ريزولتا اللي باش تقوم بهم هما ينجموا يحددوا لي الادويه اللي نجم بعد نمشي لهم بصفه عامه. بيان سور احنا في التحاليل دونك نعملوا الدراسه شنو هما لي زونتيبيوتيك المضادات الحيويه وشنو هي الفاعليه نتاعهم على الجرثومه اللي هي متسبب في المرض. باهي وهكاكا دونك الطبيب يعرف شنو باش يعطيه اون فونكسيون بيان سور دو لا لوكاليزاسيون دو لانفيكسيون دو لا باثولوجي دو تيران، دونك هذاك تدخل فيها الاختيارات. دونك تحديد الانتيبيوتيك يكون عن طريقك انت وعن طريق الطبيب. بيان سور بيان سور. شنو عاد شبيه كان مشيت للفارماسي قلت له اعطيني ما عرفش انتيبيوتيك 500 ولا 1000 وناخذوا وحدي كالعاده كيما توانسه الكل مدى؟ لا بصفه عامه باش نكون واضحه حكايه راهو باش نقولها خاطر الناس الكل تحكي على الانتيبيو ريزيستونس اللي هو المقاوم فوالا مقاومه للانتيبيوتيك المضادات الحيويه. الانتيبيوتيك المضادات الحيويه بتسبب فيها مشكل شي الصيدلي اللي هو سي ان فو بروبليم انا بالنسبه لي انا. علاش؟ خاطر il y a eu un temps on pensait que l'antibiotique résistance elle est liée uniquement à un conseil par le pharmacien. Or في الوقت الحالي توا نحكيو على وان هيلث. شنو معناتها وان هيلث؟ C'est-à-dire que le problème de l'antibiotique résistance il est beaucoup plus large et c'est lié uniquement, c'est pas uniquement à la prescription des antibiotiques pour la santé humaine, mais c'est aussi pour la santé animale. Donc les antibiotiques sont traités comme facteur de croissance. Ça c'est très important. Et il y a une consommation énorme, énorme. Donc, et c'est ça qui est à l'origine de la résistance. Il y a aussi les antibiotiques qui diffusent dans l'environnement. Là, ça majore donc cette antibiorésistance. اه دونك ما تخاف معناتها نظرتي انا للانتيبيوتيك مو جوست لك الدواء اللي ناخذه من الفارماسي اما لازم نمشي زاده للبرودوي اليمونتير معناتها للمواد الاستهلاكيه للي ربي في الحوت للي ربي في البقر للي ربي خاطر يعطي فيهم يزرق لهم للي ربي في الدجاج دونك احنا ناخذوا في دي زونتيبيوتيك حتى بصفه مباشره ولا بغير مباشره؟ غير مباشره بعلمي او بدون علم صحيت. طول المدة شنو نجم يعمل البدن نجم يولي يقاوم ويمشي يقاوم ويمشي يقاوم له؟ المشكل هو انه توا احنا ديجا في المستشفيات نتاعنا عندنا جراثيم اللي هي ما عاد يمشي معاها حتى دواء معناتها وهذاك علاش ولات لو ام اس لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي معناتها ال دون لو سينيال دالير تقول ديسي لوريزون تاع 2050 اون فا بلو تروفي دونتيبيوتيك خاطر ان يا بلو دو نوفو انتيبيوتيك qu'on est en train et on a épuisé tout l'arsenal thérapeutique qu'on a à disposition. Qu'est-ce qu'on va faire?
شنو باش نعملوا خاطر كيسكون با فيغ هيك علاش توا رجعوا لحكايه البرانسيب نتاع الوان هيلث اون دو اجير في على جميع المستويات على مستوى المحيط معناتها الانفيرونمون على مستوى الميتين فيتيرينير وعلى مستوى السونتي اومان دونك سي ان تو ما تنجمش تاخذ واحد منهم عن نعزل عن الاخر باه انا كي نسمع هكا دكتور اي نحب معناتها انا نحب نبدا وحدي دونك سي كازي امبوسيبل اني اليوم نستحفظ على صحتي بدون خاطر شق حتى ما كلتي اليوم فيها لونتيبيوتيك دونك لازم يكون برنامج وطني او عالمي اليوم لازم نظرتنا كامله تتبدل معناتها للصحه النظرة كلها هي تتبدل وان ما نظنش انه ثم توا احنا توا في الكليه سواء كانوا قاعدين نقريو فيهم ولا حتى توا الاخيين ديجا المشاركه نتاعهم هذه معناتها ان المكثفه سا تيمواني دو لانتيري كيل بورت اي ما عادش الصيدلي اللي يعطي حتى لوتو ميديكاسيون ساعات تلقى روحك بون في حالات خاصه اللي هو تلقاه معناتها مضطر باش يعطي في حاجات زيدا محدوده اللي على ليميت اي با دو كونسيكونس مي شاك فوا لو كونسي نتاع نصيحه الصيدلي هو انه وجهه يا اما المستشفى يا اما الطبيب خاص يا اما الطبيب عام يا اما المستشفى يا اما حتى للرونس نقول له امشي هذاك هي كي نصيحه معناتها اللي توا على البوالم وهذاك الشيء لازم يصير باهي قبل ما نخليك نصيحه اللي تقدمها ليزوديتور اللي يسمعوا فينا الكل التوانسه لي زوديتور اللي يسمعوا فينا الكل قلنا انت كونسيد في فارماسي دكتور الحقيقه معناتها الحاجه اللي نقول لهم يفو سافوار مونجي معناتها راهو شنو ناكلو شنو ناكلو فوالا سي 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 تري امبورطون الصحه راهي ما تتعوضش وما تتشراش بالفلوس دونك استحفظوا على صحتكم لو ماكس ان بتي مو بور لو فيتور فارماسيان توينسه اللي قاعدين يقراو في كليه الصيدله بالمنستير هاي لي فيتور فارماسيان فريمون هما طلبه نتاعي ونقول يعطيهم الصحه لهنا بربي نحب نشكر بالبدا الكونسي ريجيونال دو لوردر دي فارماسيان تاع سوسه بارتيكوليرمون خاطر هو اللي شجع في الطلبه نتاعنا كيفاه عامل مخصص بري دو لا ميور تيز جائزة الأحسن اللي أحسن أطروحة قدمت باش تحصل على الدبلوم متاع فارماسيان ويعطي جائزة متاع أحسن بوستير تقدم وهذا اللي خليهم لا سي موتيفون وي سي فريمون جو لي انكوراج نقول لهم يعطيكم الصحه باسم كليه الصيدله وباسم الاسيف الكل وباسم الصيدله الكل خاطر الصغيرات اللي هنا قريه ما خاطر يكون بالنسبه لينا ولادي بيان سور دكتوره سميك تاتا استاذه جامعيه استشفائيه بكليه الصيدله بالمنسير بالمستشفى الجامعي سهل البيسوسه اختصاصا احياء دقيقه كرون ميرسي بور الانترفيو ميرسي بارك الله فيك يعطيك الصحه عايش كما دير